كاين البوري، كاين الشرغوق، كاين الدرعي، كاين زريقة، جميع تقريبا كاع انواع الحوت كاينة. اليوم كنصيدو على البوري. بنا كنشوف هادشي كنصيدو بالخبز، حيت كنديرو الخبز دابا الطعمة تاع الخبز، كنصيدو على البوري. سي كاينة، غير خصك تبدل ليه الطعمة تاعو، دير ليه الطعمة اللي كيبغي. دابا كدير الخبز كديرو في السريفة، كدور عليه الخيط هكا ياك، وكيبقاو الصنانر بحال هكا مدلين. كيجي البوري كيبدا ياكل هنايا، كيتلصق فيه الصنارة، كتشدو كيتشد. صافي بحال دابا هاد القريفيح، القرفوح هو داك الشرغو الصغير الصغير، باقي كيقول له القريفيح ما كيضربش على الخبز، قليل فاش كيضرب عليه، كيضرب على الخبز، هذا كيضرب على الدودة بزاف وعلى البطاطا وعلى. اليوم جاب الله شاف هاد لامسون تاع الخبز وشد فيه بحال هكا، هذا هو قليل فاش كيضرب، هذا هو من الصغر تقريبا، من الصغر حيت حنا ولاد الحي هنايا كنجيو نصيدو هنايا. دابا شحال دابا انت هنايا بالصيد ديال الحوت هذا؟ دابا هذه الرابعة. الرابعة؟ الرابعة دابا جيت مع الثلاثة. الثلاثة؟ نعم. شنو النوع ديال الأسماك اللي كتصيدو؟ كنصيدو كل شيء، دابا كنصيدو على البوري دابا. البوري؟ كنصيدو عليه بالخبز. الوقت ديالو دابا؟ الوقيته ديالو دابا. الطرائف هنا كثير هنا في هذا البحر هنايا، سيرتو فاش كيكونوا العوامة تيبداو يعوموا هنايا، والبحر تيكون خطير. إوا كنقدوهم في سبيل الله وصافي، إلا كانت عندنا القنبة ولا كانت عندنا شي حاجة كنقدوهم في بلاصة ديك الحويط، إلا جاب الله غادي تصور تشوف ذاك الحيط فين كينقزوا هذا، تما فين كيكون الغرق. وتقريبا أش غنقول لك، فوق تقريبا 40 سنة تقريبا. 40 سنة؟ كنصيدو هنا وكنصيدو في المون، المون منعوا علينا دابا ما كناش كندخلوا ليه، ولينا كنجيو لهاد البلاصه، ولكن هاد البلاصه شويه كان فيها الحوت، ودابا مع ولات المكانة بزاف والقادوس هنا كيطلقوا القادوس كاع قتل الحوت. واش غنقول لك، هنا النوع ديال الحوت كاين الشرغو، كاين بعض تيتحد الدرعي، زريقه كل نهار، والبوري بالاخص اللي كثير هنا هو البوري، كيصيدوا عليه بالتينيسه. الماكله الا بغيتي البوري تقريبا كدير الخبز، تصيد الخبز بالتينيسه، بغيتي عاوتاني البوري والقرفوع داك الشيء بعد اختات البيلوطا، كتشد السرديل، كدك السرديل وتعجنو ودير معاه السميده الرقيقه والدقيق وشي ديال الزيت كبايله، وكتجي تصيد بها. الا كانت العمره، الا كان البحر حامر، الا كان البحر خاوي ما تقدرش تصيد بالبيلوطا، تصيد تقريبا غاب بالقميم، والقميم تتصيد بالبسطيط، الدودة أو الكوتو، تقريبا داكشي اللي كاين. <تصفيق>